السلام عليكم، أهلا مرحبا بكم أصدقائي على قناتكم فكرة كولور. كما شاهدتم في الحلقة السابقة وكيف شرحت لكم طريقة تركيب نوع من البلاستيك يستخدم في تغليف الخشب، لكن أتتني كثير من الرسائل من المتابعين حول كيفية تركيب هذا النوع من الغلاف أو بلاستيك. إن شاء الله سوف أقوم بعمل توضيح ورد على بعض الرسائل المتكررة في هذا الفيديو، تابعوا معي إن شاء الله. نبدأ بقراءة بعض الرسائل. شكرا على هذه الرسائل المشجعة التي تأتيني من الإخوة، شكرا لكم جميعا. هذه الرسالة أولا أبدأ من إيفن لأنه كثيرا يكتب لي في الفيديوهات، وأشكرك أخي إيفن على هذه الرسائل الرائعة، شكرا على الدعم والتشجيع. يقول الأخ إيفن: لكن رجاء لا تبتعد بمقاطع الفيديو كثيرا عن التحقيق والدهانات والعمل الأساسي. شكرا لك. إن شاء الله هذه القناة متخصصة في مجال الدهانات، أحيانا أقوم بوضع حلقات في الأفكار المنزلية لأن الكثير ينتظرها. شكرا لك أخي، إن شاء الله سوف نبدأ بعمل سلسلة أخرى. وأيضا بالنسبة للرسالة من الأخ جمال، شكرا لك أخي جمال على هذه الرسالة. يقول: أنت خاطئ صديقي، هذه مهنتي، أغلف المطابخ أو المطابخ وزجاج الحمام والسيارات. الطريقة الصحيحة هي رش الماء والصابون على اللوح أولا، ثم تقص الحجم المناسب مع زيادة بضع سنتيمات وتضعها فوق الماء ممزوج بالصابون أو الشامبو. نعم، قمت بقراءة هذه الرسالة، شكرا لك أخي. إن شاء الله سوف أقوم بعمل تجربة في هذا الفيديو، يعني سوف أجرب ذلك وأرى إذا كانت يعني طريقة جيدة سوف نستخدمها، وأعتذر في الفيديو السابق. شكرا لك أخي جمال. وأيضا رسالة من الأخ أبو عجبتني كلمة فقاقع، وشكرا لك على هذه الرسالة. وأيضا رسالة من الأخ ميلوم، شكرا لك أخي على هذه الرسالة. المفروض استخدام الحرارة أو المجفف الشعر للجوانب وشكرا. نعم أخي، أثني كثير من هذه الرسائل بالنسبة للمجفف، هل يمكن استخدامه على هذا النوع من البلاستيك؟ إن شاء الله أيضا سوف أقوم بعمل تجربة في هذا النوع من البلاستيك، تابع معي إن شاء الله. وكثير من الرسائل، وشكرا على الرسائل. والآن نبدأ مراحل تجربة هذا المنتج، تابعوا معي. والآن سوف أقوم بالتوجه إلى محل بيع وتركيب الفيمي على السيارات، وسوف أقوم بعمل اختبار لهذا الفيمي في هذا المحل. كما ترون هذا هو المحل، سوف أقوم بالدخول إليه. هنا يعني محل لصديقي وهو قريب مني جدا، وهنا يعني عندي علاقة معهم كبيرة جدا. كما ترون هنا بعض المنتجات للفيمي يستخدم في السيارات، هذا معروف، وهناك أنواع كثيرة جدا. حتى يعني نقوم باختبار هذا الورق الذي قمنا بشرائه من الانترنت، هل يصلح في هذا المجال وهل يمكن استخدامه بالطريقة التي قلت لكم. لكن هنا سوف تسمعون الكثير من الكلام بالدرجة المغربية، سوف أحاول ترجمة الكلام. هذا الصديق كما ترون هنا، هذا الفيمي تقريبا مثل الذي قمت بشرائه، هذا يستخدم على الدراجات وحتى على تغليف السيارات من الخارج. قلت له يعني قم بتقطع جزء كبير، وسوف يقوم باختبار هذا الفيمي على جزء من دراجة. ما ترون هناك أنواع كثيرة جدا، سوف نحضر قطعة. نعم، قلت له يمكنك تجربته في أي مكان. نعم، سوف يقوم بتجربة على قطعة من الدراجة. كما ترون أولا قام بمسح بتنظيف هذه القطعة، ثم أزال هذا الورق بالكامل كما يفعل مع الفيمي أو غلاف خاص بالسيارات. قال لي إنه قاسي جدا، قال بأنه في رائحة ضنون. جاء غريب، يعني قلت لكم أنه منتوج يعني مختلف عن المنتوجات التي يقومون بتركيبها، لكن هو سوف يحاول ذلك كما ترى هنا. ما ترون هنا سوف يقوم بتركيبه في هذا الجزء هكذا. يطلب قطعة بلاستيكية يقومون بتركيبها هذا الورق. قال لي لا، ليس مثل الفيمي. قلت له هل مثل الفيمي؟ قال لي لا، يعني نوعا ما مختلف، يشعر بذلك هو. سوف يحاول ذلك كما ترون، يستخدم قطعة بلاستيكية أو قطعة
مطاطية كما ترون. يعني غلاف يستخدمون كما ترون. ينكمشوا له بهذا الشكل. يعني هذا خبير في الفيلمي ويعمل منذ سنوات في هذا المجال. قلت له قمت بشراء من الانترنت وهو منخفض الثمن. الآن سوف يستخدم الحرارة لتثبيت هذا الورق أو هذا البلاستيك الذي شرحت لكم كما ترون. إذا رأيتم يعني هناك فرق بين الآخر وهذا بالنسبة للإخوة الذين يعملون في هذا المجال فهذا مختلف كما ترون. قام باستخدام المجفف وسوف يقوم بتثبيته كما ترون. ينكمش إذا حاجة مطلقة في حاجة بلاص بلاص. قلت له هل مثل الفيلم الذي يمشي بال يعني بالحرارة؟ قال لي لا هذا مختلف. رأيتم ذلك؟ إذا عندما استخدم الحرارة يعني تمدد وأصبح متجعد يتكمش فهذا لا يساعد. قال لي إنه يتجعد. قال لي لاحظ هذه هناك فرق كبير جدا. هذا هو الأصلي الذي يستخدم في السيارات أو لتغليف الدراجات، لكن هذا قال إنه قاسي أو ينكمش. انظروا إلى هذا مختلف جدا عن هذه المادة التي شرحت لكم. قلت له قمت بتركيب القليل باستخدام الصابون لكنه لم يثبت بشكل صحيح وسوف أقوم بتجربة لكم ذلك. قال لي يمكنك تثبيت هذا الورق على الأشياء التي تكون يعني بشكل متساوي ليس مثل هذه الأشياء فلا يعمل في هذه الأشياء. يقول لا ويؤكد ذلك. وإذا إذا أردتم ذلك يمكنكم تجربة هذا الأمر. فهذا يصلح مع الخشب وبالأخص في المطابخ التي تظهر متساوية أو الأبواب التي تكون بشكل متساوي. فهذا لا يصلح. قال لي إنه في الأشياء المتساوية يصلح، أما هذا الذي يستخدمونه هم يعني يصلح في الأماكن المتساوية والأماكن غير متساوية مثل هذه. نعم. نعم. قال لي إنه يذهب يعني مع يعني يعمل بالمجفف. قال إنه لا يعمل نعم. قال إنه ضعيف يعني مثل عكس هذا، فهذا قوي جدا ولا ثاني خاص بالسيارات كما ترون. والآن في هذه المرحلة سوف أقوم بتجربة الماء والصابون لتثبيت هذا الملصق. اولا عندي هنا كما ترون ماء وممزوج مع شامبو كما ترون، وعندي هنا هذه القطعه التي شرحت لكم في الفيديو السابق، وايضا هذه القطعه البلاستيكيه كما ترون. سوف اقوم بتقسيم هذا اللوح الى جزئين. جزء سوف اضعه او سوف اقوم بتثبيت هذا الورق بدون صابون، وهذا سوف استخدم فيه الصابون الماء والصابون. اولا سوف اقوم بتقطيع جزء من هذا الورق او الملصق بهذا الشكل. وكما قلت لكم إذا أردتم الفيديو لهذا الشرح يمكنكم النزول إلى صندوق الوصف، سوف تجدون الرابط لكيف تثبيت هذا الورق بشكل صحيح. كما ترون هنا سوف أضع هذه القطعة هكذا ثم أقوم بتقطيعها إلى جزئين بهذا الشكل. هكذا كما ترون. الآن سوف أزيل الورق من الخلف بهذا الشكل. كما ترون لامع جدا هذا الملصق. ثم أقوم بتركيبه هنا هكذا، يعني سوف أقوم بتثبيته ثم أستخدم هذه القطعة البلاستيكية كما ترون بهذا الشكل حتى أقوم بتثبيته بشكل جيد. ثم في هذه الأجزاء الجانبية سوف أقوم بقصها قليلا حتى ينتني لنا هذا الملصق. هنا تم تركيبه بشكل جيد، وأيضا في هذا الجزء بهذا الشكل حتى نحصل على الجوانب. أيضا هنا هذا الطرف سوف أضعه هنا بهذا الشكل. فكما ترون يعني الطريقة بسيطة، لا يجب أن نستخدم الحرارة أو أي شيء، يعني لا يجب، يعني أمر بسيط جدا كما ترون. أما هذا الجزء سوف أقوم بتجربته باستخدام الماء والصابون كما ترون هكذا. أقوم بعمل رشات من الماء والصابون بهذا الشكل ثم أزيل اللصق من الورق بهذا الشكل.
يلتصق مع بعض. سوف أنبش فكيكه ثم سوف أقوم بتثبيته فوق الماء والصابون ونرى كما ترون هل سيثبت على الخشب. لا يثبت كما ترون، ينزلق. سوف أخذ القطعة البلاستيكية وأقوم بتمريرها كما ترون، لا يلتصق نهائيا كما ترون، ينزلق. وأيضا في هذه الجوانب لا يلتصق، فالطريقة غير صحيحة. لا يمكننا استخدام الماء والصابون أو الماء. في الشرح السابق ما رأيتم استخدمت الكحول لتنظيف الخشب من البصمات ومن الأوساخ. وكما قلت لكم يجب تثبيت هذه الأنواع من الملصقات على الخشب الذي يكون بشكل متساوي، مثل هذه الصور التي تظهر لكم، يعني في الأماكن المتساوية فقط، يعني المودرن التي ظهرت في هذه الأيام بهذا الشكل كما ترون لا يلتصق. فهذه الطريقة يعني غير جيدة مع هذا النوع. فالطريقة التي قالوا الإخوة يعني تستخدم في أنواع أخرى من الملصقات، ليس هذا الملصق. أنا قمت يعني بعمل دراسة شاملة لهذا الملصق بعد قمت بتنزيل الفيديو السابق، وإن شاء الله يعني أتمنى أن تستفيدوا حتى لا تقع في ذلك الخطأ. وهذا هو الشرح، وكما ترون هذا يعني مثبت بشكل جيد وملتصق، لن يزول إلا إذا أردتم إزالته أنتم. فهذا الملصق الصغير مثله مثل هذا الملصق الذي استخدمته كما ترون، هذا معروف. سوف أقوم بتثبيته في الماء والصابون، لا يلتصق كما ترون. عندما يمس الماء هذه المادة يعني لا تتفاعل مع الماء، عكس الفيميل الأصلي الذي يستخدم فيه الماء والصابون، فإنه يعني في غراء يتفاعل مع الماء والصابون ويلتصق بشكل جيد. أما هذا يعني ولو جف الماء والصابون فلن يلتصق. يجب تنظيف الخشب بشكل جيد باستخدام الكحول أو التنر يعني حتى يلتصق هذا الورق بشكل جيد. وهذا هو كل شيء بالنسبة للشرح اليوم. أتمنى أن تحصل الفائدة وأن تستفيدوا منه، كانت تجربة فقط حتى يعني إذا قمتم بشراء هذا الورق تعرفون الطريقة الصحيحة لتركيبه. وإذا أردتم الشرح السابق ما عليكم إلا الدخول إلى هذه الصورة التي تظهر هنا. إذا كنتم غير مشتركين بالقناة يمكنكم الاشتراك بالضغط على هذا الزر الذي يظهر هنا. والسلام عليكم في شرح قريب إن شاء الله.